بسرعة. إن شاء الله جاي المدرسة من غير غطاء على راسك. يما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. طيب ايش رايك نزوجك؟ ها ما يضحك. وغطي وجهك بقول لك اختي. ما حد يصدق. بعدين انا احلى منك مليون مرة عشان اصير اختك. غالي عليك. ابي اشتري سيك عشان اسابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يكبون السياكل. تصير بشيلتك بشلتين لما تخسر قدام بنت. اللي تدري زين عن وش اتكلم، تدري ما بيك تبيع سيكل لاي احد. يما منك، اذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. وش عندك واقفه عنده؟ ما انت فيها، ما فيها الا سامي رجال. لا تجي، روح حط راسك براس امك. ما عندكم سالفه غير العرس. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ وكل هذا ليش؟ عشان ما خليتك تشتري سيكل؟ وجدة، تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟ أبيك تكونين أسعد إنسانة في الدنيا.